لأهم الأنباء. أهلا بكم. اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وذلك بعد رشق مجموعة من الفلسطينيين قوة إسرائيلية بالحجارة في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل ضمن الاحتجاجات على خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية بحسب شهود عيان. ومنذ أسابيع تشهد مناطق مختلفة في الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خلفية المخطط الإسرائيلي. أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية جيشر إيفيري عن تسيير رحلات خاصة إلى الإمارات ودول خليجية أخرى، ونشرت الشركة على موقعها الرسمي وبشكل علني أنها ستقوم لأول مرة برحلات مباشرة من إسرائيل إلى دول خليجية. ولتفادي توقيع اتفاقيات جوية بين إسرائيل والإمارات، ستتوقف الرحلات التجارية في شرم الشيخ وعمان وقبرص لمدة 5 دقائق، ومن ثم تكمل طريقها عبر السعودية. في إسرائيل تجددت في قيصرية والقدس الغربية ومدن أخرى الحراك الاحتجاجي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسياسته في التعامل مع أزمة كورونا، وستنظم مظاهرة أمام وقبالة مسكن نتنياهو في القدس الغربية، ويرجح المنظمون أن يشارك في هذه التظاهرات آلاف المواطنين. ونشير أن هذه الصور تصلنا الآن بشكل مباشر من شارع بلفور أمام مقر مسكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفيها يشارك آلاف الإسرائيليين المطالبين باستقالة نتنياهو على خلفية إدارته لأزمة كورونا. إلى موضوع آخر، أفادت قناة الميادين أن إسرائيل نقلت إلى حزب الله رسالة عبر الأمم المتحدة أنها لم تقصد قتل نشيط الحزب علي محسن خلال الغارة المنسوبة لسلاح الجو في محيط دمشق قبل أيام. وحذرت إسرائيل من جهة ثانية حزب الله من مغبة ارتكاب عملية انتقامية. توفي في الضفة الغربية 4 فلسطينيين جراء كورونا، ليرتفع إجمالي المتوفين في الضفة من جراء الوباء إلى 77. وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة جديدة بفيروس من العائدين إلى القطاع عن طريق معبر بيت حانون، ولتصبح مجمل الإصابات النشطة في قطاع غزة إلى 76. كشف وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن عن اختيار حجاج هذا العام إلكترونيا من دون وجود أي تدخل بشري في ظل جائحة كورونا. واخترت السعودية حوالي 70% من المتقدمين من المقيمين داخل السعودية من جميع الجنسيات ولمن تنطبق عليهم الشروط الصحية. أعلنت أنقرة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ليبيا فايز السراج في إسطنبول. جاء هذا اللقاء بعد اتصال أجراه أردوغان مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي، بحثا فيها المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الشأن الليبي. أكد البرلمان التونسي أن البلاد نجحت في عبور مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011. جاء ذلك في بيان صادر عن البرلمان بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لإعلان الجمهورية. في الغضون يترقب التونسيين إعلان منتظر لرئيس الجمهورية قيس سعيد يكشف فيه عن اسم خليفة رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ. سقط 11 جريحاً إثر قمع قوات قيل أنها مدعومة إماراتياً مسيرة أو مسيرة جماهيرية حاشدة بمحافظة تعز جنوبي غرب اليمن، وذلك وفقاً لشهود عيان. وذكر الشهود أن آلاف المتظاهرين احتشدوا دعماً لقرار الرئيس عبد رب منصور هادي تعيين قائد لأحد ألوية الجيش، عينه هادي خلفاً لقائد سابق مدعوم إماراتياً اغتيل في ديسمبر كانون أول الماضي. كلف الرئيس الصومالي نائب رئيس الوزراء مهدي خضر جوليد برئاسة حكومة تصريف الأعمال، وذلك خلفا لحسن علي خيري الذي فقد حكومته ثقة البرلمان. ويأتي هذا التعيين في إطار تعزيز أعمال الحكومة وتفادي حدوث فراغ حكومي لحين تعيين رئيس وزراء جديد. وفي وقت سابق اليوم أعلن رئيس البرلمان سحب الثقة من حكومة خيري لعدم تمكنها من إقامة انتخابات شعبية. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الموجز، أعود وألقاكم بعد قليل. إلى اللقاء.